فاكر اللقطه دي لقطه الليزر على صلاح وهو يشوط ضربه الجزاء؟ طب فاكر الليزر اللي كنا بنلعب بيه واحنا صغيرين؟ ايه بقى الليزر ده؟ هو نوع من الضوء بس بخصائص ثانيه مميزه زي التماسك، لان كل فوتونات الليزر مطابقه في الطول الموجي والتردد. تاني حاجه التوجيه، لان اشعه الليزر بتمشي خطوط مستقيمه فبيوصل لمسافات بعيده، لكن الضوء العادي بيتشتت في جميع الاتجاهات. تالت حاجه الكثافه العاليه، لان طاقه الليزر بتركز في شعاع ضيق، عشان كده عنده قدره عاليه على اختراق المواد. طب بيجي منين؟ من عمليه تسمى الانبعاث المستحث. في العمليه دي بيتم تحفيز ذرات او جزيئات معينه على اصدار فوتونات ضوئيه متطابقه. والليزر اكتشفوه في 1960 اكتشفه العالم الامريكي ثيودور في تجاربه على بلورات الياقوت، وتطبيقاته كتير جدا. خد عندك في الطب، في جراحات العيون وازاله الاورام وعلاج بعض الامراض الجلديه، في الاتصالات كمان، في نقل البيانات عبر مسافات طويله، في التصنيع كمان، في قطع المواد واللحام والطباعه 3D. الليزر ساعدنا كتير، وفي منه انواع تانيه مختلفه، ودي بتختلف في خصائصها زي الطول الموجي وطاقه الشعاع، لكنه زي اي حاجه، كترها او التعامل خاطئ مضر. وبس يا سيدي، لو عايز تتعلم باقي منهج الفيزياء بنفس الطريقه، تقدر تشترك في كورس الفيزياء للسنه بتاعتك. ما تنساش تعمل فولو لصفحتنا واليوتيوب وكمان التيك توك، وهتلاقي اللينكات في اول كومنت. وما تنساش معانا الفيزياء اسهل.